الآلاف من أبناء السلطنة يشيعون صباح اليوم الجثمان الطاهرة للمغفور لها السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم عليها رحمة الله ورضوانه إلى مثواها الأخير بمدينة طاقة بمحافظة ظفار. إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 3 أيام. جلالة السلطان المعظم يعود إلى البلاد غدا. السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وقد أصدر ديوان البلاط السلطاني البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بإرادة الله وقضائه يوم لا راد لقضائه، وبعمق الحزن والأسى، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور لها السيدة الجليلة والدة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليها رحمة الله ورضوانه، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء يوم الأربعاء 13 من شهر صفر سنة 1413 للهجرة، الموافق 12 من شهر أغسطس سنة 1992 للميلاد، بعد حياة حافلة بأعمال الخير الجليلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته بين أوليائه الصالحين البررة والأخيار، متضرعين إلى الله جلت قدرته أن يلهم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الصبر الجميل وأفراد أسرتها الكريمة. هذا وقد تقرر الحداد الرسمي وتعطيل العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من صباح اليوم الخميس 14 من شهر صفر سنة 1413 للهجرة، الموافق 13 من شهر أغسطس سنة 1992 إلى مساء السبت 16 من شهر صفر سنة 1413 للهجرة، الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 1992. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد شيع الآلاف من أبناء السلطنة صباح اليوم الجثمان الطاهرة للمغفور لها السيدة الجليلة والدة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليها رحمة الله ورضوانه إلى مثواها الأخير بمدينة طاقة بمحافظة ظفار. وكان في مقدمة المشيعين عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين، وعدد من كبار قادة وضباط قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والوجهاء والأعيان والشيوخ. الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. عظم حفظه الله بقصر الحسن العامر بصلالة اليوم أصحاب السمو
أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء وأعضاء السلكين الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى السلطنة وكبار قادة وضباط قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والوجهاء والشيوخ والأعيان، وذلك لتقديم التعازي لجلالته في وفاة المغفور لها السيدة الجليلة والدة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، ضارعين إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه.
كما تقبل جلالة السلطان المعظم بقصر الحصن العامر اليوم تعازي سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة والوفد المرافق له. واستقبل جلالته حفظه الله سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي نجلة عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة عجمان الذي نقل تعازي والده في وفاة السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم. واستقبل جلالة سلطان البلاد المفدى سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له الذي نقل تعازي صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير دولة البحرين إلى جلالته في وفاة السيدة الجليلة والدة جلالته. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله دولة السيد زيد بن شاكر رئيس وزراء الأردن والوفد المرافق له حيث نقل لجلالته تعازي ومواساة جلالة الملك الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة المغفور لها السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم. وتقبل جلالة سلطان البلاد المفدى تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التي نقلها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقبال جلالته له والوفد المرافق له اليوم. واستقبل جلالة السلطان المعظم سمو الشيخ حمد بن سحيم الثاني وزير الإعلام والثقافة القطري والوفد المرافق له الذي نقل تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بقصر الحصن العامر بصلالة اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذي نقل إلى جلالته تعازي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة المغفور لها السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم. وتقبل جلالة السلطان المعظم تعازي صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلى عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أم القوين التي نقلها سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى ولي عهد ونائب حاكم أم القوين خلال استقبال جلالته له اليوم. كما تقبل جلالته تعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة التي نقلها سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة خلال استقبال جلالته له اليوم. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله اليوم الشيخ جابر بن مبارك الأحمد الصباح مستشار سمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق له الذي نقل إلى جلالته تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور لها السيدة الجليلة والدة جلالة السلطان المعظم.